تجربة تصميم عابرة هو شعار معرض أثاث نظمه المعهد الدنماركي المصري للحوار بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في كوبنهاجن. النهاردة احنا بنشوف النتيجة بتاعت المشروع، يمكن المشروع اتحضر له حوالي سنة ونص، واشتغلنا في التصميم او الجانب الدنماركي والمصري اشتغلوا في التصميم لمدة حوالي 6 أسابيع، والتنفيذ أخذ 2 أسبوع. المعرض اللي احنا فيه ده نتاج لسنة من الشغل في مجال تصميم الأثاث وتصميم النسيج مع كلية الملكية للفنون الجميلة في كوبنهاجن. ألقي الضوء على منتجات في مجال صناعة الأثاث وتصميم المنسوجات التي مزجت بين التصميم الدنماركي وثقافة الإنتاج المصري المتأثر بالتصميمات الفرعونية. حقيقة بدأنا للتخطيط في هذا المشروع منذ قرابة العام. أولا، حضر عدد من الزائرين من الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة، وقمنا بعمل جولة حول الصناعات اليدوية المختلفة، والتقينا بمصنعين أثاث، وبدأنا بعدها في التنفيذ في شهر نوفمبر بمشاركة طلاب مصريين ودنماركيين للعمل سويا خلال 10 أيام. كما قمنا بزيارة لصناع الأثاث بدمياط. احنا بدأنا نرجع للطرق التقليدية مستوحاة من الفن المصري القديم، زهرة اللوتس، وبدأنا نعمل لها تجريد وبدأنا نجمعهم في شكل مختلف. والتمويجة دي تمويجة بتدل على حرف بيرمز للمية في المصري القديم. أهمية التعاون بين المشاركين من مصر والدنمارك لإنجاز النماذج في وقت قياسي للوصول إلى النتيجة النهائية المختلفة المستوحاة من الأثاث المصري القديم. وسام نصر، MBC مصر. كلكم وهانز مدير المعهد الدنماركي هو لابس الكوفية ويعني ايه وبردان دنماركي بردان في القاهرة.